ازاي ممكن يكون عندك ضعف الفلوس في ثانية بس ما تقدرش تصرف غير نصهم؟ ما اقدرش اصرف الا نصهم؟ اه يبقى في البنك مثلا ولا ايه؟ اه النية مفيش غير البورصة بقى، بس البورصة ممكن اصرف كل الفلوس. نصهم 200 مية. طيب يبقى انت عملت ايه؟ حضرتك بتقول ازاي يكون معاك ضعف الفلوس ما تقدرش تصرف في ثانية؟ لو ما جددتش بالإجابة وفلوس زي ما هي وما دخلش في المكاسب في ثانية. بس ما تقدرش تصرف غير نصهم، يبقى ما دخلتش في المكاسب وفلوسي معايا. طب بص فين؟ بهكر بهكر بهكر. انت بتعمل فوازير ولا ايه؟ مش مركزة على فكرة. بس حاجة حلوة وبعديها ما تصرفهمش اليوم معايا. كويس، بس ايه الاستثمار اللي ممكن يجيب لك ضعف الفلوس في ثانيه واحده؟ حاجات ايه اللي يجري؟ لا احنا بنتكلم على حاجات ليجل. طب اكيد المذاكره. كويس، لما بتذاكر بتنجح. تمام، خدت الضعف ونص بقى طلعوا فيه غير في الجامعه. مش هقدر اصرف كلهم عشان كتير. ولا نصهم؟ ولا نصهم. ليه بقى؟ عشان فلوس كتير. عشان الفلوس كتير. طب لو كانوا 100 جنيه لو كانوا 100 جنيه مثلا يعني اصرف على قدي. يبقى تصرف على قدك. على قدي. عشان ايه؟ علشان الامور تمشي. ماسك 100 جنيه في ايدك هتديك 200، هيبقى باين عليك 200. طب 2 ناقص 1 سوا. يبقى تقولي 2 ناقص 1 سوا. ده في الفلوس الثانيه دي ماركتنج بقى على النت. كويس، بتعمل ايه؟ ان انا اصور المنتج على النت وابيعه في ثانيه ويقدر يجيب لي فلوس. اصورها واصرف اللي معايا. صورها فيبقى في صوره معايا الصورة، معايا الأصل، هتصرف الأصل. وهتصرف الأصل. أو إنك تبص في المراية. هرش الدماغ. نصاب قال لولد صغير في الملاهي: لو كتبت لك وزنك بالظبط في ورقة هتديني 50 جنيه، لو ما عرفتش أكتب لك وزنك بالظبط في ورقة هديك أنا 100 جنيه. والنصاب كسب. عمل ايه عشان يكسب؟ كان موقف على الميزان. لا ملهاش حل غير كده. كتب وزنه صح. كتب وزنه صح. مظبوط. ازاي بقى؟ هو كسب عشان اداله كتب وزنه صح. جت معاه الضغط؟ لا ما جاتش معاه الضغط. ما خدتوش الورقه؟ لا. بس انت بتفكر يعني بتقللها في دماغك. انا بفكر زيه. هو خد 50. يبقى هو خد وادى الواد 50 ولا ايه؟ لا انا مش شايف حاجه. عمل ايه؟ كتبش وزنه. فخسر 100 جنيه؟ لا ده نصاب كسب. هو نصاب. كويس؟ طب انا لو كتبت لك وزنك بالظبط في ورقه تديني 50 جنيه؟ اه. الله؟ ايه ده؟ انت دي طيبه جدا. هو في الاخر احنا نصاب. كويس. تمام؟ كويس. انما حسيت ان هو 50 و100 دي انا مش عارفه افسرها الصراحه. اكيد قال له وزنه غلط عشان كده خد 100 جنيه. قال له وزنه غلط. هو لو قال له وزنه صح هياخد 50. ايوه. ولو قال لو قال له وزنه غلط هياخد كام؟ هيدفع 100. هو اللي هيدفع 100. اه. وهو في الاخر هو اللي كسب ال 50 جنيه. بالظبط كده. انت قربت كده. كده انت رتبتها. انا عايز بقى تقول الحل. يا ترى ايه هو الحل؟ في 50 و100. في 50 و100. يعني قال له بالويم كده، ما لقاش ورقه يكتب فيها. كويس. قال له بالويم وراح طبعا اخذ منه الفلوس يعني. الله. قال له ما قالوش الصح. باين هو شاف شكله كان هو تخين ولا لا وخم الوزن. لا بس دي يعني قريبه بس لا. سال منظور. لا برضه ما حطوش على الميزان. هو قدر اللي هو الجسم بتاعه مع الوزن بتاعه فراح قايل له مثلا بالوزن عشان سنه مثلا صغير. ممكن. انا فاكرها على فكره. ايوه ما هي دي. ايوه ايوه لو جبت واحد نشهد عليك انك هتدفع عليا 50 جنيه. ايوه لو جبت كده واحد انا هاخد هاخد انا 200 صح؟ كويس. فجاب ايه بقى؟ فراح لكذا واحد قال له على الولد الصغير ان هو يكتب وزن. انه يكتب وزن. كويس. ان كتبه صح هديله 100 جنيه، ما كتبهوش هاخد منه 50 جنيه. تمام. طب ايه؟ انا دوت. ما يكونش بيبيع
بيبيع لحمه؟ بيبيع لحمه. السؤال ده بقى مع الاسف محدش عارف الاجابه بتاعته. هو النصاب قال له ايه؟ قال له لو كتبت لك وزنك بالظبط في ورقه. فاللي عمله انه كتب له وزنك بالظبط بس. هرش الدماغ. لو كلت اكله ثقيله السمع الحده بتاعته بتقل شويه او الكفاءه. هل الكلام ده صح ولا غلط وليه؟ سمع حاجه والاكل حاجه تانية. الاكل حاجه تانية. المعلومه دي ما سمعتهاش كده. لا يعني المعلومه مش صح. بس ليه بقى؟ دي المشكله بقى. مين الاكل ماله والسمع ماله؟ صحيح ده هنا وده هنا. ده جزء وده جزء. تعرف احد بياكل بيت انا عاوز ينام ده الواحد يعرفه. عشان كده الناس بتاكل وهي ماشيه. لا مش عارفه ايه العلاقه ما بين السمع وان انا اكل اكل مش عايز ينام. ممكن كويس والله ما عندي فكره. بس الحاجه الوحيده اللي اعرفها انا اكلت اكله جامده فانت بتقول انا ما فيش المعده مالهاش دعوه بالسمع. بس كده الدم بينزل للمعده. للمعده اوكي. فيقل بيأثر على السمع يعني كده يقل انه يروح للاجزاء الاطراف يعني. يلا كل سنه وانت طيبه. افتحي صح. لا والله هو الاجابه صح. شكلها حاجه هتتاهي. ايه ده الله. كل سنه وانت طيب. هي عايزه تبدا ان هي تعمل عمليه الديجستيف اللي هي بيت الهضم. كويس. فالدم بيروح اكتر. كله بيروح في المعده. فبالتالي بينقص من جميع الاجزاء دي. انت رائع. اتفضل. برافو عليك. برافو عليك صحيح. كويس. تاكل اكله تقيله الجسم بيروح جاي بيسترخي خالص. كويس. الدم بيبقى ايه؟ متوقف في حتت معينه مش داير الدرجه اللي هي تحت الدرجه الكافيه. الدم بيروح اكتر للمعده. بيروح للمعده. عشان يحاول يهضم يسهل عمليه الهضم. يسهل عمليه الهضم. كويس. فيأثر انه يقل الدوره الدمويه كلها تقل عن الجمجمه في حالها. عن الدماغ. كويس. وعن كل حاجه في الجسم لان المعده بتبقى واخده اكبر نسبه. كويس. فبالتالي ممكن الكفاءة فعلا تقل شوية. الكفاءة تقل. انت جامد جدا. ما تقولش لحد بقى على الإجابة. ها؟ شكرا. صباح الفل. هي حلمنتيشة دي أصلها إيه الكلمة؟ جاية منين يعني؟ جاية من حلمنتشة. صحيح؟ اللي هي إيه بقى الحلمنتشة؟ الفهلاوة يعني. الفهلاوة. هرش الدماغ. هرش الدماغ. جدعان فيها يا جدعان. هرش الدماغ. والنبي تيجي. يا عم ده اللي بتمشي. هرش الدماغ. هرش الدماغ. هرش الدماغ. نال كوميدي. شوفك على خير. سيداتي سادتي يا نسائي النهارده يوم جميل وكله تمام يا ولد. الله منكد عليك يا مصيبه. النهارده الفريق بيلعب لوحده والكوره يا سلام عليك يا عباسي. ينكد عليك وعلى عمرك. الفريق معانا معوض عثمان بيشوط لوحده. يا سلام عليك. النهارده يوم جميل عشان شهر رمضان يا ولد. الله مخزيك يا شيطان. يا جميل حبيبي جميل. عرش الدماغ. طبعا الفل. هرشة دماغ. دماغ.